أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا لير إيسا دعي ولي واحنا السنة وجيدا وجيجي إيا إشي دا ساكي إلهي بامحاد إسكالوا بصوفر إستي وحير وحاما قبر إنو قد عسنيا لكن قدوه مضحو إذا حانونا يا لكن أرين باساك ومحيئ هايتو عن كتشيف واي ورقدام حيئتي مع دي معانكي خميس دا و بوست ولينا منصور قادنين ومحكمه او محكمه عبد الرحمن واي المحكمه فاميلي جريكت دواني بلان كلاهي ودهي مدونا بلانكينا اي فرح اي قاده واخ ادي وعاونيسان اي واخ ادي عاونيسان ايدينكم مجرتو ان وحنا اي مسودري كرتان عشمات اي مسودر سن كرتان وح ورقه انا اي مسودري كرتان صوتو ايدين اي مسودرينا وحي تهي عبد الرحمن وقتي أنا عاومات وباهنا وسبتالك الحين شلقي قاتي وهويدس وباهنا والناس كهويدس وباهنا فتنت السجي هويدس في لوسو كلا شري أدي سي جي سوشيال في سي جي دين عد إذن كنا تاد محكمة إلى كرتين عد محكمة دي سوشيال كإيجا حكنتين إذن كنا محكمة أي تاد محكمة كلا وبسيس كريكتي إلى كرتين عد حدنا إيجا قاتين ودقاقو قولي ستين مرلاباتك أيضانا إتاد إتراهدين وحان صوبارينا كيسكا عاد إيتي مادين أني عنوغي عنوغيو مالمجرة والا إي كياني وماشي سوشيالك لأيو كانترول آيو كانترولك إيو صعدو أتراهدين كاميروين وحوانك عدوبين السداد عنوغ أوهيسد وانا كل شقينينا عدنا إلا شقين ويدين مرصدحاتكينا وحاد إيدي دين إن عنوغي وغيران أسبوعي أسبوع وشن مع الموت مرق لجري بلاده مع الموت ويكند يجي إيه وستجي حد إيه شنط مع الموت حق حنقول له يا أما قبل ودن كا ورلاتي حق ولا هذا هاي حدية أيضا شنط مع الموت بأركين إني أركته وغيران أفر مع الموت أما صدح مع الموت أنت بعاني قد إيدين وحدكو سوكوبتين لبدي أسبوع إن المر أركه حدنا ود لبودين وحترهدين صدح دي بلاد أيت مر أركيسا وان أقبلي وان قاتي وكو آنك إذنكو أدقارتين كما هو إماني توتل سيدو دنيا هاي because of إذنكو نوا ديو حيو بلنتين نا ديو حيو بلنتين وادركتين شرعيقو إنو إغسر ريو نوان أركي لكن إذنكو آن شرعيقو إذنك سرعي لكن آنك شرعيقو إغسر ريو مارك ما داو شرعيقو إغسر ريو آنك إذنكو نوا ديو حيو بلنتين وحي إنتاك بلنو آد إغا دونتان وحاواي ظلمي واي ما داو آد ظلمي نيسان أديكوا سمعين إنسان محي أهيت واحد بلا عادن تنو كبحسن صوته بلا عادن تنو المال أي كوا قرن تمتشرتو هو يعنو جيد اللي جس حدمي الله بدأ إنه أنصارين إنه عافي ما القبض إنه حنوسية هاي إنه ميدية هاي إنه نولية هاي إنه ويلية هاي إنه كبرية هاي نختار كونه شيء غير ويل بدوتة مركب عنو كيس حدون طلعوا صارين عبيه الباب كتاعن إيه هو يدي السرير تصارنا طالما دي اسمه تعلق أي كوس عرتو إن عبد الله عرفتان وحاند قاعد صنع بليس أم بليس إيشير كريا ورقة نساك أين سوق هذه دونا بليس لكن وحاند وتوح ويا عطسي عطسي قاسنا عيد كلا أمور وتو أنا أقول إلهي بن عطسي وبرصدي الله سبحانه وتعالى عيد كوين وعطسي لو درصدي مترتو I know ورقة دان إني نيجاتيف تهي I know وحا إيه تهي لن ساك أني برطعنا وفريا بقلبي جاي وحا إيه تهي لن أدري ما أم أوجيهي صوتها إن أرض إلى قفور رحيم واي شديد العقاب نواي الله مقلب القلوب إلى قلبي بالعالم كوب بدلا إلى قلبي جوده أي بدلا إلى هنا قلبي جوده أي سجيديو لكن تدقي حب بدن بيك عب بدن يدك عب بدن لوض وقع فيهم بليل وتدقي حب بدن مركب رأيك حب بدن تك عن تقول ومصيبة مصيبة ذن هديك وجود عذو حالها الحمد لله الحمد لله عيان ليهاي أني جساك عطسي عمتان عطسي عمتو حوايك قبلها إسلام كي إخويين كي مش يوجرو وح عبد الرحمن الله بصنو يوح جراتهم بلاد ديسمبر لبيه طبعاً كي أدوح نقني الله بس صدح سنة نقني صدح سنة أبوح سميسا هوايا كستجرو جذو حاجي وح عنق الله بصنو جرو يميت كير يميت كوي يميت عبد الرحمن مر لنا الشيء وصدح سنة سنة وح بأول مرين إيه متكسي وين أو عند شكور لك عند شكور كأنا قال إيجا هاي استعذوه إيجا هاي استو
iyo abdi xafid ka aniga cadaw weystaan 8 sano jiray inuu guriga ku joogo waa laga yaaba inuu 6 sano jiray inuu guriga ku joogo waa abdi shakuur oo kala soo 10 koob maal dhalan la iga qaatin guriga ku joogo waa laga yaaba inuu abdi xafid oo 39 bilood jiray la iga qaatin guriga ku joogo oo dad subaxii soo kacay gacantaada quraac ku siisido gacantaada ugu labistido boorsadiisa waliba adu garabka ugu sii qaadinay iskuulka geysido waa laga yaaba laakiin anigu intaas midna ma haysto codsiga aan idiin soo dirsanayaa waxay tahay aniga calool adag ilaahay baa siiyey samir badan ilaahay baa siiyey mahadda koowaad ilaahay baan ugu celinayaa ilaahay qalbiga caruurteeda iiga reebay oo samirka i siiyey maanta aan heerka isku soo gaaray ilaahay baa horta iska leh alxamdulillaah rabbil caalamiin mahaddas ilaahay baa iska leh ilaahay baana u mahad celinayaa mahadda labaadna ana iska leho haddii anigu aan iscaawin lahayn oo aana noqon lahayn qof qadarka ilaahay ku faraxsan oo wixii ilaahay u keeno alxamdulillaah dhaheeso ma kusoo gudbi lahayn naf iyo shaydaan baa igu xiriiro shaydaanku way iga adkaan karaa marar badan way tusay shaydaanku inaan isdilo waxaan adduunka korkiisa u saarnaa inaysan ahayn maxay ahayto inaan waxba adduunka korkiisa ku haynno wixii ubadkayga aan fiirsanayaba horteeda laga sii jiiday marka saaka waxaan idinka fadhiyaa walaalahayow hooyooyinka soomaaliyeed meesha ku jirow aabayaalka soomaaliyeed inkastoo aabayaalka soomaaliyeed isaaniga ku badnayn youtubekayga saaka codsi baan wataa ilaahayna codsi baan u dhiibto 9 saac oo hameyn maxale ilaahay hortiisaan taagnaa waxaan idinka codsanayaa oo dareen hooyonimo la idinka codsanayaa oo mid soomaalinimo ku jirto aan idinka codsanayaa saaka waa subax khamiis ah saacada yarba waxay naga xigaan maalinka jimcada ahayd insha allah biidna allah alkarim horta caafimaad intaan labadaa lugood aan ku dego oo jarjarta uga dego madaxu aad bay ii xanuunayaa aynoo inaan wax badan aan socsocon karinin oo aan wareerayo oo weli neerfahay bay ujeedaan qofka biraadanka miyirkiisa madaxu ku dhan yahay meesha laga socdaana madaxa waaye in horta ilaahay marka koowaad caafimaad intaan ku dego oo gurigayga uga baxo aan warqadan kusoo qaato ilaahay horta ha isiiyo taas waa arrinka koowaad ilaahaynu isiiyo aan ka baryaayo idinkuna ii duceeyo arrinka labaad oon ilaahay ka baryaayana waxay tahay ilaahay inuu wax khayr qabo igala kulmiyo kolley wixii ay soo qoraan aniguna waxaan ahay midda ka jawaabi doonto ama itay saas u fiiriso haddii aan jawaab u waayo faylkeedii hore ee faylka cabdiraxmaan wiilasheedu fayl bay leeyihiin faylka cabdiraxmaan kusii daba qaban doonta baan ahay labadaas buu ii yaalaan laakiin si naxariis leh si hooyonimo leh si bilaadantinimo leh si islaamnimo leh si soomaalinimo leh intaba waxaan idinka codsanayaa inaad kilibka ii sii sheer garaysaan waa maalin khamiis ah oo jimca soo galaayo kilibka inaad ii sii sheer garaysaan oo ii ducaysaan anigu maanta garab ma haysto gaashaana ma haysto aan ahayn dadka oo social media igaga xiran maanta ma haysto garab maxkamad ii raacayo aabe maxkamad intu ii raaco ii caawinayo walaalayaalo ma haysto hooyo maxkamad inta ii raacda ii caawinaysana ma haysto walaal maxkamad intu ii raaco shafka ii tumanayo dhahay cunuga anaa qaadanayo oo maxayto dhiiga la iiga qaado oo cunuga walaashay baa dhashayna ma haysto aabe cunugiisa intu usoo istaago ii caawinayo oo dhahaya cunugayga anaa dhalay hala isiiyana walaalayaalo ma haysto waa xaqiiqada runta ah waxa lay runta ragga ma naxiso marka intaasba anigu ma haysto keligeyga ayaan ahay ilaahi waaxidka ahaa kafuur raxiimka ah ee raxmaanka ah ee raxiimka ah ee maaliga ahaana keligiis waa ilaahi waa keligiis alxamdulillah taas ayaan markasto niyadeeda waxaan ka dhaadhiciyaa markaan dareemo kelinimo badan markaan dareemo xanuun aad u fara badan markaan dareemo ciil aad u fara badan waxaan niyadeeda ka dhaadhiciyaa oon u sheegaa xafsoy adugu addoon san ku neef la'ah baad tahay laakiin ilaahay adiga ku abuurtay dunidaana abuuray inta koonkeeda saarana isagu abuuray dunidan korkeeda aad joogtidna maamulaayo kuu qoray inaad 20 jir maanta caafimaad qabo shaqaysan kara aad tahay inaad tahay qof bukaan ah oo wixi rab hala noolaado ama sukor hala noolaado ama beer xanuun hala noolaado ama gastrig hala noolaado ama neerfa hala noolaado intaba shil lama nooleyn ilaahay wuxuu igu fiirinayaa samirkayga markii ilmahayga laga qaataa intuba iyimaadeen ilaahay intaasba maamulaayo oo keenay qaadina karo ayaaba keligiise maxay tahay adigu waxa aad doonaysid
oo ka maqan marka wax walba horta xaq Ilaahay bi ka soo dhamaadaan wax walba maalinka Ilaahay aftiis ka soo dhamaadaan ayaa la helaa waxa laga yaabaa in ubadkeega Ilaahay aftiis wali inaan isan ka soo dhamaanin waqtiga ay iimaan lahayn ama waqtiga anay ayagu aan dib u midoobi lahayn ama waqtiga ay gacanta cadaw ku soo bixi lahayn laakiin Ilaahay wuxuu ku yiri ibari anigana ducada waa ka aqbalaya anigu Ilaahay waan bariyaa alxamdulillaah waan ku xiranahay shanteeda waqtina waa ka adkahay laakiin waxaan jeclaystay ama igu caaya ama igu culaadiya ama ila yaaba ama waxa rataan in ku sameeya anigu cid aanuga gabanaya ma jirto arrimaha caruurteyda inaad ii soo ducaysan taas ayaan jeclaystay dhexdiin anaa shalay imi xanuunkii caruurta la iga qaatay waa la igu caayaa haddana saasay taa stiil inaan sii wado oo ummadinta qalbiga wanaagsan ii soo duceeyaan ayaan go'aansaday peace and love baan leeyahay ducadiina meesha ka arko.